اصلا ما بتطلع شيء، وانتم عارفين انه قناتي ما بتنجح، قناه التاتو المخصصه بالتاتو قناه ما بتنجح. أهلاً شباب وصبايا، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. قبل ما بلش اليوم عنا موضوع الستنسل بدي أحكي فيه، أنا عامل عنه فيديو قبل بمرة بدي أرجع أحكي فيه مرة تانية. بس قبل ما نبلش في كم شغلة لازم نعرفهم، يعني بس كرمال ما سكر هالقناة أو كرمال ما حدا يطلع يحكي علي شيء ما بيعرفني وما بيعرف عني شو وما بيعرف عني ما بيعرف شيء عني. انك تطلع تحكي حكي شو ما كان وانت ما بتعرف عني شيء، هون مشكله. ما كنت بدي احكي فيه ابدا، بس كرمال ما يتطور ويرجع يتزاد ويرجع يفهم. اول شيء انا عامل هالقناه لاني بحاجه لارباحها، وللي بيعرفني منيح لاني بحاجه لارباح اليوتيوب، ولا ناطر ارباح اليوتيوب من اي شيء. انا قناتي اصلا ما بتطلع شيء، وانتم عارفين انه قناتي ما بتنجح، قناه التاتو المخصصه بالتاتو قناه ما بتنجح. يعني الماكسيموم تبعها توصل لل 4000 5000 سبسكرايبر، والمشاهدات يمكن توصل لل نقول يا عمي 10000 مشاهد. يعني ما بيطلعوا لي شيء. اول شيء انا ماني معتمد ابدا، انا حياتي للي بيعرفني واللي بتابعني مزبوط، واللي متابعني مزبوط بيعرف انه انا اعتمادي مش على ارباح اليوتيوب ومناطر ارباح اليوتيوب. بس انا اوقات بيستفزني انا بحال نشحت قناتي، اوقات بيستفزني اصلا الموضوع. انا حكيت مره في لايف على الفيسبوك قبل ما افتح القناه وقبل ما اعمل يوتيوب وقبل ما اصور وقبل ما اعمل كل هالقصص، فتحت لايف على الفيسبوك حكيت موضوع انه في اوقات ناس بتكون محتاجة، ما بدي اقعد. والله انا ما بحب احكي هالقصص على اليوتيوب، ما بحب مثل طريقة انه عم بشحد على اليوتيوب. لا، في ناس اوقات بتكون محتاجة، ليش ما بنساعدها؟ يعني انا كنت تابع اوقات يوتيوبرية على اليوتيوب للببجي بفتحوا باكيجات، واقرأ الكومنتات. انا واحد مرة كاتب له انا بس نفسي بتليفون العب ببجي. طب انا هيدا انا اذا يوتيوبر وقريت هيدي الكومنت كون حيوان اذا ما لا الحيوان صراحة احسن، كون مش بني ادم يعني اذا ما بعت له تليفون او ما ساعدته بشي. فبلا ما نحكي هالحكي علي، حكي ما بتعرفوني وما بدي احكي عن حالي على اليوتيوب. بس انا فهمكم شغلة انه قناتي ما بتطلع شيء، انا قناتي صفر. واللي بيعرف باليوتيوب مزبوط قناتي ما بتطلع ولا 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 شيء. فانا ما عامل هالقناة لارباح، لو عامل لارباح انا كل يوم بركض بعمل فيديو، كل يوم بركض بعمل فيديو، بعمل شو ما كان بطلع بحكي بشو ما كان بطلع برتش حكي بشو ما كان، بس كرمال جيب مشاهدات وجمع مشاهدات. لا، انا ماني عامل كل هالقصص. اكيد انا بنبسط اذا قناتي بتصير تطلع ارباح، بس انا الارباح اللي رح طلعها بلا ما احكي شو بساوي فيها، بلا ما احكي. اللي بيعرفني بيعرف شو بساوي فيها. وقت انا مثلا بتاخر لرد، مثلا بعتولي عشو متكبر، انه عشو متكبر ليش ما عم ترد؟ طيب يا حبيبي بعتلي. اوقات ناس بتحكيني الساعه 3 وجه الصبح، الساعه 12 بالليل، الساعه 1 بالليل، الساعه 2 3 وجه الصبح، يعني بنطر لتاني يوم لرد. بيجي تاني يوم بفتح بلاقيه عشو متكبر وعشو هيدا وعشو هيدا وعشو هيدا. يا حبيبي ماني متكبر، ماني متكبر اصلا. ما تيجي تحكيني الساعه 3 وجه الصبح وتبعت لي جرايد وتحكيني بمواضيع انا حاكي فيها اساسا على اليوتيوب وعامل شرح فيها على اليوتيوب، هون بقى انه يمكن يكون فايق الساعه 3 وجه الصبح واقراهم بس ما اقدر رد. فكرمال هيك ما حدا ياخد عني فكرة اني متكبر. العالم كلها بتحكينا على الانستغرام، انا كاتب، انا بقول باول الفيديو باخر الفيديو اللي بحب يتابعنا على الانستغرام هاي الاكاونت هوني، واللي بحب يسألنا اي شيء هاي الاكاونت هوني. ف
فأنا بقول لك فوت على الانستغرام احكيني لأنه أنا بضلني أكتف على الانستغرام. بس لما تيجي تبعت لي على الفيسبوك أو تحكيني واتساب، في ناس بيحكوني واتساب، في ناس بيحكوني فيسبوك، في ناس عندي 6 أكاونتات فيسبوك أنا، والست أكاونتات عليهم عالم كتير، الست أكاونتات عليهم 5000 يعني، وعليهم فولوورز كتير. أو ما بقدر رد على الكل. أنا الناس اللي بدهم يعملوا تاتو حاطط رقمي، بقول لهم اللي بده يعمل تاتو يحكيني واتساب، اللي بده يستفسرني بأي شيء يحكيني انستغرام، وعم بيحكوني واتساب وعم رد عليهم وعم بقدر ساعدهم باللي عم بشرحه على اليوتيوب. يعني أوقات قصص عم بشرحها على اليوتيوب عم يطلعوا يسألوني نفس الشيء. ما بدي أطول كتير، خلونا نفوت بموضوع الستنسل. بس بتمنى إنه ما حدا بقى ياخد عني هالفكرة. أوقات بتأخر، أوكي بعرف أوقات بتأخر بالرد، أوقات بتاخد يومين لرد. بس في ناس كتير بيحكوا، أنا هلأ ما عندي 1000 2000 على الـ1000 1000 وشوية على اليوتيوب. أنا ما عم بقول لحدا يفوت يعمل لي سبسكرايب. أنا إذا بتفوت لعندي على صفحتي على الإنستا ما حاطت أبدا، يعني مش كل ما أعمل فيديو بفوت بحطه بنشر مقطع منه أو بنشر شيء منه بحطه على الانستغرام بقول فوت عملوا سبسكرايب او عملوا لايك او عملوا مشاهدة. لا، انا اليوتيوب شي والانستا شي والفيسبوك شي ما دامجهم ببعض. اوكي بنزل على البيج عندي على الفيسبوك اللينك تبع الفيديو اللي بعمله بس كرمال العالم تعرف انه نزلت فيديو ما اكتر. فيا جماعة انا قناتي لا بتطلع ارباح، ممكن بعد فترة تصير تطلع ارباح، ما بكذب عليكم اكيد بدها تصير تطلع ارباح، بس ارباحها يعني كتير بسيطة، يعني يمكن تطلع لي ما بعرف صراحة قد ايه بتطلع. اول مرة بعمل يوتيوب، اول مرة بعمل هالشي، والناس اللي بتعرفني مزبوط انا ما عامل هالقناة كرمال الارباح. خلونا نبلش. اوكي هيدول الكلمتين انا عملتهم امبارح تاتو. ليكو بالستنسل في عنا هيدي الورقة وهيدي الورقة، هيدي الورقة منشيلها منكبها، ما حنكبها خليها على جنب لأنه حعمل كذا طريقة. ليكو هيدا الستنسل إذا بتلاحظوا هيدا الأصلي بيكون من ورا الأخضر فيه خفيف، يعني شايفين أنجع عم يلمع أخضر، السينة بيجي كله تقريبا عم يلمع أخضر، يعني بيجي الأكترية أخضر وشوي أزرق. ليكو في كذا طريقة تطبع فيها الستنسل، في ناس عم تتعذب فيها، ما حنطبع على برينتر لانه عامل بالبرينتر. فيكم تفوتوا ححط لكم اللينك بالديسكريبشن، بتفوتوا بتشوفوا طباعه على البرينتر كيف بتكون. في هيدي الورقه فينا نعمل هيدي الطريقه، بنحط هيدي الورقه اللي حيلا كلمه بدنا نطبعها، حيلا شغله، حيلا رسمه، بنحطها هون. في ناس عم تقلي عم تطلع بالقلب، بنحطها هون ومنسمكها منيح، منثبتها بطريقة ان ما تتحرك الورقة التحتانية ولا الورقة الفوقانية. هيدا قلم رصاص، فيك تعملها بقلم حبر، فيك تعملها بقلم اللي بدك اياه. هوقف لهون، بنفوت على هيدي الصورة، بتلاقوا عنا هون الطباعة أبدا ما منيحة، فهيدي بتشيلوها، ما إلها عازة، هيدي ما إلها عازة. هلا أنا الطريقة اللي بشتغل فيها، أنا بدي فرجيكم كذا طريقة، بس الطريقة اللي بشتغل فيها هلا بقولكم أي وحدة. تاني وحدة هي هيدي، تجي ملزوقة فيها، عرفتوا كيف؟ تجي لازقة فيها. نرجع منكز، بس بدك تشد ايدك يعني على القلم. ليكو وين بتصير؟ هذا قلم رقيق، اذا استخدمته بقلم كبير بتصير اوضح. طيب هيدي اول طريقة، ثاني طريقة. لا قول اول طريقة هيدي ما بنشتغل عليها. التالت طريقة اللي أنا بشتغل عليها هي هاي، من دون شيء دغري على ورق الكربون، والرسمة بنكون طابعينها على ورقة،
بنحطها هون بنبلش طباعة. هون بقى مش شرط انك خلص تثبت الورقة، لا فيك تزيحها هيك وترجع تكفي، فيك تبرمها هيك وتكفي. هيدي الطريقة اللي أنا هون بشتغل فيها. أفرجيكم بقى الطريقة بحال ما عندكم أنتم الستنسل، ما عندكم هيدا ورق الستنسل، هيدا ما موجود عندكم أو ما موجود ببلدكم، بس هيدا موجود وين ما كان، يعني هيدا الورق موجود وين ما كان، بس بالمكتبة بتلاقي عليه. هيدي ورقة عادية وهيدي ورقة طبعناها عادي من المطبعة، وهيدي الكلمة. انت لما تجيب هيدي بتكزها، بس حفرجيكم المشكلة هون وين بتصير. بصير عنا تعب، منجيب قلم بيك ناشف، كزيناها من فوقها مثل ما شايفين هيك. فاذا جينا بدنا نطبعها على ايدنا باستعمال الديتول اللي هو موجود عن مين مكان، الديتول اصلي مش يعني في ماركة تانية اسمها سبريترول، ما بعرف اسمها هيك شيء، بيستخدموها بالمدرسات بالمدرسة كانوا. شايفين كيف حتطبع؟ طبعت طبيعي بس بالقلب، طبعتها بس بالقلب. هيدي الطريقة بدك تصير شو تعمل؟ بدك تصير تكزة كزيتها مثلا من اول ميلة، بدك تصير تكزة من تاني ميلة لتطبع مزبوط. اوكي، اذا حنيجي هلأ الطريقة التانية اللي طبعناها على ايدنا، نرجع كمان نحط ديتول. انا ليش دايما بنصح باستخدام الديتول؟ شايفين كيف طبعت؟ واضحة وكلها تمام. تركها شوي ما بتعود تطلع بالهين. اما اذا استخدمت سبيد ستيك، هو انا ما عندي اياه ما بشتغل فيه، اذا استخدمت سبيد ستيك بدها تروح انت وعم تشتغل حتمسح بسرعة، يعني قد ما نشفت بدها ما حتعطيك النتيجة انها تثبت منيح على الايد بطريقة الديتول او بطريقة الستانسل ستاف اللي هي خصوصي للتاتو. فهلأ هون شايفين بصعوبة تروح، يعني ما قالي ثانية حاضتها. شايفين كيف اذا تركتها وقت اطول؟ هلأ انت عم تشتغل لاين، خلص بدك تمسح مسحتين وخلصت. اوكي، هيدول هن الطريقة اللي انا بنصح فيهم انك تشتغل فيهم بالتاتو بالطباعة. هيدي ما بنصح فيها، بنصح انك تشتغل الورقة وفوق الستنسل. ما عندك ستنسل، هاي ورقة، ها هاي ورقة شخبت عليها، شايفين ورقة عادية، ورقة عادية شخبطت عليها، وقلم بيك، قلم بيك، حيلا قلم بيك الناشف، قلم ناشف يعني قلم حبر الناشف، هحطها فوق ايدي وحط الطبعة. شايفين كيف طبعت؟ اوكي، وها هي الطريقة اللي بطبعوا فيها الستنسل. بتمنى تنفذوها بالطريقة المضبوطة، واللي عنده اسئله اي شيء يسالني بالتعليقات، وبيحب يتابعني على الانستغرام بيطلع الاكونت هون. وبعتذر اذا ازعجت اي حدا بحكيه او بطريقه حكيه، بس انا حكيت المفروض ينحكى.
بس كرمال ما حدا ياخد عني نية عاطلة أو فكرة عاطلة أو أي شيء، أنا بطلع عم بحكي، عم فيد العالم، عم فيد اللي بده يشتغل بالتاتو، عم بعطي معلومات للي بده يشتغل بالتاتو، أبدا ما عم بعطي قصص صراحة حقها مصاري. يعني أنت إذا بدك تروح مفروض ما لازم أحكي هيك، أنا بس بدي أحكي بس كرمال الناس تعرف، كرمال اللي عم يحكوا علي بالعاطل تعرف، وأنا مأكد إنه ما في حدا بيحكي كتير علي بالعاطل، بس اللي بيشوفني بصورة ما حلوة أو مثلا اللي تأخرت عليه لرد، هدول قصص ما حدا بيعطيك إياهم. حتى حدا حكاني من يومين قال إنه طريقة الطباعة هيدي ما بقدر أعلمك إياها وما بقدر أعلمك إياها وما بقدر أعلمها لحدا، فأنا عم بطلع أعرض لكم إياهم وأعلمكم إياهم، وأي شيء إن كان بالتاتو أو كان مش بالتاتو حأطلع أحكي فيه شيء فيه إفادة لكم. وباي باي.